تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وبحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أقيم حفل الافتتاح لبطولة آيرون مان آخر جولات بطولة التاج الثلاثي للترايثلون وذلك بمتنزه الأمير خليفة بالحج. وخلال الحفل أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على أن مملكة البحرين حريصة كل الحرص على إنجاح هذه البطولة من الناحية التنظيمية وذلك لإبراز الوجه الحضاري لمملكة البحرين عند استضافتها لمثل هذه البطولات العالمية والتي تعد مكسبا من أجل الترويج لمملكة البحرين ومنجزات الحضارية والتنموية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن بطولة آيرون مان تعد من البطولات التي تمتلك مكانة كبيرة بين جميع السباقات باعتبارها الأقوى من كافة النواحي حيث يؤكد فيها المشاركون قوة المنافسة على تحقيق المراكز المتقدمة في السباق في ظل ما يتمتع به المتسابقون من قوة بدنية عالية تؤهلهم للمنافسة على اللقب مشيرا إلى أهمية مشاركة نخبة من أبطال العالم إلى جانب الفريق البحريني وفريق البحرين للتحمل 13 الأمر الذي سيسهم في توسيع قاعدة المشاركين في مثل هذه السباقات في البحرين. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن السباق لن يكون سهلا على الجميع في ظل تواجد هذا الكم الهائل من المشاركين الذين وضعوا نصب أعينهم تحقيق المراكز المتقدمة مشيرا سموه إلى أن فريق البحرين للتحمل وفريق الترايثلون سيسعيان بكل قوة لتحقيق إنجاز جديد بعد الإنجاز الأخير الذي تحقق في البطولات الماضية وذلك لتأكيد مكانة الفريق على المستوى العالمي مشيرا إلى أن تواجد الفريق البحريني وفريق التحمل مع أبطال العالم يعد مكسبا كبيرا باعتباره تجربة متميزة وفريدة من نوعها للفريق والتي ستعود على الفريق بشكل إيجابي وسوف تضمن له هذه المشاركة اكتساب خبرات عالية. وتم خلال الحفل عرض القوانين والأنظمة التي تحكم البطولة في مختلف جوانبها كما تم أيضا عرض الخرائط التي توضح خط مسابقة السباحة والدراجات والجري.